طيب من رحنا احنا المطار بغداد هو كله معتقل مال رياجيل، زين شلون؟ واني وحدي مره اريد شيء، محتاجه شيء، وهم عبالك وحوش هناك، عبالك مو داخله مره، لا فشي دخلت لهم كله يباوعوا لك بعين ما ادري شنو، كانه انا فعلا مجرمه، او شلون اقول لك، يعني من حطه او جايبيني من مكان ما ادري يردوني بس ينهشون بلحمك. قلت له ما عندي شيء اعترف. قال لي لا مو راح استعمل وياك اسلوب ثاني. انت ما شايفه التعذيب؟ تعالي شوفي ويا اخوانك. قلت له لا انا شفته. قلت له بس ما عندي شيء حتى لو اشوفه. قال لي لا من تجربينه غير شكل. هسه راح نجيب لك بيجامه وتلبسيها، وراح من تشوفين التعذيب راح تحكين الحقيقه انت اللي عندك. ويعني هي من يلبسوك بجامعة راح يعلقوني، وأني مرة من يعلقوني يعني شنو؟ حتى إذا ما عندي شيء راح أقول عندي شيء من الضغط والتعذيب. ومرة هو الرجال يعترف على أكبر قضية، يعترف هو ما مسويها، قولي هيك شيء حتى نطلعك أو تعي أصادقك تسوي علاقة. يعني حتى واحد من عندهم موجودة عندي 100 دولار بجزاني، قال لا هي هناك من راح تستفادين من عتها، جيبيها اصرفها وانطيك اياها دزلك اياها. ما تعود يخوفون، كلهم يخوفون. بعدين رحت سجن النساء، عاد هو سجن النساء اشكال والوان، ما تعرف البريئه المجرمه، ما تعرف شنو ظروفها هي هناك. واني مثل يعني فعلا صارت عندي حاله نفسيه، يعني اشوف اشكال وقصص. بقيت معتكفة، أنا 3 شهور ما حاكي ويا أحد، قاعدة على كرباتي وما أحكي ويا وحدة أصلا، بس أبكي فقط. حتى من تجي لجان أو يعني واحد يزور السجن، هو مدير السجن يعني يعرف قصتنا، راسني يقول لا هنا لا تسألها، لأن هو كل واحد يسألونها شنو أنتي، يقول لا انا اللي تساله هنا مختلفه، شغلتهم عائليه وارتكابيه وهم ما عندهم شيء. هذول الناس ممكن تلقى لك انت واحد شريف بهيجي مكان صعب. المهم اكو بعض المنتسبين يعني هنا كمان لهم دخل، يعني بعض الشيء يعني يعرفون من شكلنا ما عندنا شيء، ظلوا يتعاطفوني أنا تقريبا، بس ذولاك لا مندفعين، تعرف هناك الدنيا إلهم ورشاوي وهذا. لحد ما حالونا محكمة وبعد 15 يوم أخذوا أسمانة يم القاضي وحكينا لهم القصة مثل ما هي. يعني المهم بعد ما قابلنا القاضي بعدين صدر قرار بين احنا براءة.